طب يعني انا خليني ارجع معاك بالوقت اللي انت كنت بتلعب فيه. كنت طبعا لاعب دولي في منتخب ايطاليا، كنت بتلعب في اقوى دوري في العالم، وفي الوقت ده كانت الانديه سواء انديه او منتخبات، يعني اي بطوله بيشارك فيها المنتخب الايطالي هو احد المرشحين للفوز بيها. على منصات التتويج اوروبيا كانت دايما الانديه الايطاليه حاضره، الانتر، اليوفي، الميلان، كلهم كانوا حاضرين وكانوا بيحققوا القاب، بل انه الميلان هو تاني اكتر انديه اوروبا حصدا لبطوله دوري الابطال بعد ريال مدريد. لكن في السنوات الاخيره غاب المنتخب الايطالي وغابت الانديه الايطاليه. ايه السبب في ده من وجهه نظرك؟ هذا صحيح، هذا صحيح. طبعا كان لدي الشرف للعب بمنتخب إيطاليا في عصرها الذهبي. بلا شك أن الفريق يؤازر بعضه بعضا وأن الفريق يساند بعضه ويشد بعضه بعضا. لا نتكلم عن لاعب واحد، إنما نتكلم عن منتخب كامل. في كل المباريات غالبا كانت إيطاليا تتألق، وهذا ليس من باب التفاخر ولكن هذا من باب القول للحقيقة. لا ننكر أن إيطاليا عاشت فترة ذهبية، مما يختلف الآن عما نراه من الأجيال الجديدة. أنه بلا شك لم يأتي عصر مثل العصر الذي كنت أشارك فيه وكان لدي الشرف. وأيضا عندما لعبت في أوديني أيضا في الحقيقة بعض الشباب حققوا الكثير أيضا من الإنجازات معنا عندما كنت في أوديني. لكن يمكن أن أقول لكم، سأعود إلى السؤال السابق، في هذا الوقت كانت إيطاليا تعيش مرحلة ذهبية كما نقول، مرحلة متقدمة جدا، لا نستطيع أن نعيش مثلها، لا نستطيع أن نرى أيضا التخطيط مثل سابق عهده. كان اللاعبون كلهم بمهارات فائقة وإمكانيات متعدية ورائعة، لكن لا أعرف حجم المشكلة تحديدا إلى الآن. الموسم الأخير إلى حد ما يعني شفنا عودة مرة تانية للأندية الإيطالية. ثلاث أندية إيطالية وصلوا لنهائيات الثلاث بطولات الأوروبية، الإنتر في الشامبيونز ليج، أعتقد روما في اليوروبا ليج، واعتقد فيورنتينا لو الذاكره ما خدتنيش يعني في الكونفرنس ليج. طبعا صحيح ان هم يعني ما كانش في توفيق او ما فيش نادي منهم فاز بلقب، الثلاث انديه خسروا، لكن هل بتشوف انه دي بدايه عوده انديه ايطاليا مره ثانيه؟ هل تتوقع انه قريب الموسم اللي جاي مثلا النادي الايطالي قادر على تحقيق لقب اوروبي؟ نعم، لأنه كما أقول دائما أننا نعيد من جديد، نكون مجتمع كروي جديد بخطط قديمة. نريد أن نحيي منتخب إيطاليا الذي فقد روحه، نريد أن نعيد إلى إيطاليا أمجادها من جديد، نريد أن نعيد إلى الفرق الإيطالية وقارها وهيبتها في وسط الفرق الأوروبية أو الفرق العالمية بشكل عام. يمكن القول أننا نرسم ملامح الطريق من جديد، نهيئ ونعيد تهيئة الفرق من جديد، هذا ما يمكن قوله. أيضا يوفنتوس تعيد أنفس نفسها من جديد، تحاول أن تدفع نفسها بقوة. أيضا الإنتر ميلان فريق كبير، وأيضا روما فريق كبير. نعم، أن لوكاكو، فهذه المعلومة لا أعلم إن كنتم تعرفونها أم لا، أنه سيذهب إلى روما. لكن أقول لكم أن هذه الفرق تعيد نفسها من جديد، هذه الفرق تأخذ على عاتق الجد لتعيد نفسها مرة أخرى. أنا كنت أسألك عن الميركاتو بس خليني أتأكد من المعلومة مرة تانية. روميلو لوكاكو المهاجم الدولي البلجيكي انتقل بالفعل أو تمت صفقة انتقاله لفريق إي أس روما. نعم هذا صحيح.